نبلش نحكي الآن عن مادة الأطفال. مادة الأطفال آخر مادة، مادة آخر امتحان، امتحان دورة شهر 12 2021. قبل ما أبلش في الامتحان هذا، أرجو إنه بعد إذنكم الطلاب اللي يدخلوا على الامتحان أو بيحضروا الفيديوهات اللي إحنا بنعملها، إنه أرجو إنه إذا في مجال بعد الامتحان إنه تبعثوا لي ولو أفكار عن الأسئلة وأفكار عن الأجوبة. شرط تكون الأسئلة كاملة أو الأجوبة كاملة، لا، حتى لو كانت أفكار، يعني مثلا إنه إجى سؤال عن السيليك ديزيز وكان بيسأل عن الساين أند سيمتومز، أو إجى سؤال عن الأي بي دي وكان بيسأل عن كيف بنفرق بين الكرونز وبين أساس الكرات. هاي المعلومة لحالها بتكفي أضعف الإيمان. في بعض الطلاب لا، بيعطونا معلومات أكثر، بتذكر السؤال كامل، بتذكر الأجوبة. فإذا في مجال بعد إذنكم إنه بعد الامتحان إنه تتذكروا الأسئلة تبعثوا لي إياها عشان نكمل، لأنه هذا الأسئلة هي كلها عبارة عن جهد لطلاب قبلكم دخلوا الامتحان، جزء كبير منهم نجح وبعث لنا الأسئلة بعد الامتحان. أرجو أنه هذا الإشي تكونوا حريصين عليه عشان تفيدوا الطلاب اللي بيجوا بعديكم. نيجي مادة الأطفال دورة شهر 12 2021. مادة الأطفال درجة صعوبتها كانت شوية متوسطة أنا شايفها، مقارنة مع نسيج التوليد نوعا ما كانت نوعا ما متوسطة. الجراحة لا، شوية كانت صعبة، الأسئلة الجراحة فيها شوية تريكس وفيها شوية تلاعب في الأسئلة. مات الباطني نوعا ما كمان فيها شوية تلاعب، كان شوية بيدياتريك، ومادة نسيج التوليد كانت متوسطة. بيدياتريكس طلعوا إن ذا سيليك ديزيز أول سؤال all of the following are correct except gluten free diet is recommended until 2 years of disappearance of the symptoms. Symptom classically started between the age of 5 to 6 months. لازم تكون month مطبوعة غلط. Malabsorption is due to intestinal injury by gluten protein. May be associated with itchy skin rash. May be associated with lactose intolerance. شو رأيكم؟ حدا بإمكانه يعلق على السؤال؟ موضوع عن بيدياتريك gastroenterology، بالتحديد عن موضوع السيلياك ديزيز. حدا بإمكانه أن يعلق إيش الجواب أو شو توقعوا الجواب؟ حدا من الموجودين دارس مادة الأطفال، دارس شابتر بدياتر الجاسترونترولوجي وبيعرف؟ دكتور محمد علاوي بيحكي لك سي مال أبزورشن ديو تو ساين إنجري بروتين بروتين دايت، ممتاز. دكتور علاوي شكلك مش دارس المادة كويس. دكتور معاذ بيحكي لك إي، صح دكتور معاذ، ممتاز. ثابت إي بيحكي طيب. في معظم الطلاب بيحكوا انه اي، ممتاز. الجواب هو اي، حلو جدا، ممتاز. جلوتين فري دايت ريكومندد انتل 2 يير، ولا انتل ايش؟ اللي هو لازم يكون لايف لونج، بالضبط، لونج لايف، لازم يكون فور لايف، يعني نروح النقطة لا طول حياته لازم يكون يتجنب الجلوتين بي ديت. فهاي المعلومة، هذا هو الجواب الصحيح. سيمتوم كلاسيكالي ستارتد بتوين ايج 5 و 6، اكيد منطقي، لانه على هذا العمر ببلش احنا ندخل للاطفال نعمل لهم شيء اسمه ويننج من الحليب. هاي عمليه الويننج بتصير عمليه انتروداكشن لمواد تحتوي على جلوتين، ولذلك غالبا الاطفال هاي السيمتوم ببلش بعد عمر الخمس اشهر او ست اشهر. مال ابزورشن نيوتن ساين انجري اوف جلوتين بروتين، يس، بصير عندي انا بصير عندي انجري للفيلاي والمايكروفيلاي في السمول بول، غالبا الدودنم والجيجنم. هذا الشيء يحفز بماده البروتين بروتين الموجود في الدايت. Maybe associated with itchy skin rash, yes. BGB is the most common type of skin rash. بيجي عندهم حدا بيعرف what's the most common type of skin rash؟ هذا سألوا عنه بالامتحان كمان، سؤال غير سؤال اللي هو ايش؟ Dermatitis herpetiforme، ممتاز جدا. And maybe associated with lactose intolerance, yes. السيلياك يمكن يجي مع lactose intolerance، يمكن يجوا مع بعض، اللي هي عدم، بصير عندهم حساسية من الجلوتين وبنفس الوقت بصير عندهم زي كأنه reaction لللاكتوز. طيب هون انا شارح لك في الاكسبلينيشن بشكل مختصر سمري عن الديفينيشن للسيلياك ديزيز، اتيولوجي ما هي اسباب السيلياك ديزيز، ساين اند سمبتوم اوف سيلياك ديزيز، دياجنوزس كيف بنشخص السيلياك ديزيز من ناحيه الانتي بودي ومن ناحيه لو حكى لي جولد ستاندر طبعا البيبسي، اند تريتمنت ما هو العلاج. في العلاج طلعوا دييتري ريستركشن فور جلوتين لايف لونج، لايف ايش لونج، واضح النقطه ولا لا؟ هسه لو حكى لي ما هو الجولد ستاندر فور دياجنوزس سيلياك ديزيز، شو الجواب بيكون؟ ما هو الجولد ستاندرد فور بيبسي، ممتاز. بيبسي من وين؟ الجيجنم، سمول باول، سمول باول بيبسي، بالتحديد دودنم والجيجنم. طيب هسه لو حكى لي ما هو الانيشيال لابوراتوري تيست،
شو الانيشال لابوراتوري تيست؟ حدا بيعرف شو الانيشال لابوراتوري تيست وي هاف تو دو فور دياجنوزس اوف سيليك ديزيز؟ شو بنعمل احنا انيشيالي؟ بنعمل اوتو انتي بادي. اوتو انتي بادي، في عندي انتي انديميسال انتي بادي، في عندي انا انتي تيشو ترانسبلمنتيز انتي بادي. هذول الانتي بادي عاده احنا بنبلش فيهم از انيشيال تيست فور دياجنوزس اوف for suspected cases of celiac disease. طب وهي الريفرنس، الريفرنس هذا بمكانك انت تضغط على اللينك تدخل على الموضوع تقرأه من الـ up to date او من اي مرجع، سواء المرجع اللي حاطه انا. طيب نيجي لبعديها، السؤال الثاني. 9 years old girl was presented to hospital with pallor، عندها pallor، عندها شحوب، عمرها 9 سنوات، maxillary hyperplasia، عندها maxillary hab، عندها تضخم في عظام المجزله، في عندي انا المندبل هون والمجزله، المنزله اللي هو الفكس العلوي. طيب سبلينوميجالي، عندها سبلينوميجالي، هير هيموجلوبين واز 6.5، يعني عندها سيفير انيميا وعندها يعني بون هايبربليزيا. اول اوف ذا لابوراتوري تيست ار كونسيست وذ دياجنوزس اوف هيريديتري سفيروسايدوزس، اللي هو مرض تكور كريات الدم الحمراء الوراثي. كريات الدم الحمراء لازم الطبيعي يكون شكلها زي هيك، عند بعض الأطفال وراثيا بصير شكل البصل دائري. يقول لك كله consist except MCV. أمثلة هو سألني عن الدكتور أحمد، سألني عن الهيريتري سيروسيتوز، سألني عن الثلاثين، سألني عن الهيريتري. all of the following are consist، يعني compatible with the diagnosis هيريتري سيروسيتوز except MCV of 72، يعني MCV إنها تكون low. شو رأيك؟ MCV can be low in هيريتري سيروسيتوز ولا لا؟ هذا بيعرف هل في الهيريتري سفيروسايتوزس الـ MCV كان بي إنها تكون لو؟ شو رأيكم؟ MCV يمكن إنها تكون لو، يمكن تكون نورمال، يا بتكون نورمال أو بتكون لو في حالات الهيريتري سفيروسايتوزس. واضح؟ مع إنه معظم المراجع ومعظم الكتب بحطوا إنه الـ MCV شو مالها بالهيموريتك أنيميا وبالهيريتري سفيروسايتوزس، بحطوا إنها نورمال، لأنه هي in some cases you can find المرضى اللي عندهم low MCV. 72 يعني لو، النورمال هي 80 ل 100، 72 يعني لو. طيب في عندنا ام سي اتش سي بتكون 36، ام سي اتش سي يعني بتكون على الابر ليميت للنورمال. ام سي اتش سي هاي كمان كاركترستيك للهيريتري سفيروسايتوزس، فهي جمله صحيحه. ريتيكولوسايت 6%، النورمال ريتيكولوسايت 1%، 6% يعني عالي. شو رايكم؟ ريتيكولوسايت علوها بدل على هيريتري سفيروسايتوزس، بدل على هيموليتيك انيميا يعني. شو رأيكم؟ أكيد صحيحة 100%. هاي increase osmotic fragility، في عنا فحص اسمه osmotic fragility test. osmotic fragility test بيكون positive أو بيكون increased عند المرضى اللي عندهم hereditary spherocytosis. هاي صحيحة لأنه شكل البصل تغير من شكل بيكونفكس إلى شكل دائري، فهذا بيعمل بزيد osmotic fragility، يعني بزيد هشاشة red blood cell لما تتعرض إلى hypotonic solution، hypotonic saline. طيب هيموغلوبين F 90% by electrophoresis، هل هاي صح؟ compatible with hereditary spherocytosis؟ هل هاي compatible with hereditary spherocytosis اللي هو ارتفاع الـ HbF إلى 90%؟ الجواب لا. الـ HbF it can be increased ولكنه slightly أو mildly، شوية يعني، شوية يعني قديش؟ يمكن نلاقيه 5% 10%، بس مش 90%. وين بنلاقي الـ HbF 90%؟ حدا بيعرف؟ وين بنلاقي marked increase in the HbF؟ هذا بيعرف بالثلاسيميا، في البيتا ثلاسيميا ايش؟ ميجر ميجر ميجر، ممتاز، ما تخربط وتحطها ماينر لانه غلط. بيتا ثلاسيميا ميجر، في الماينر يمكن يكون مرتفعه شويه مالي، اما في الميجر بتكون مرتفعه كثير. غيره يمكن نلاقيها وين؟ في السكل سل انيميا. اصلا علاج السكل سل انيميا بنحاول نعطي دواء اسمه هيدروكسيوريا، هذا هيدروكسيوريا بيحاول يرفع ال اتش بي اف، يعني احنا بالعلاج بنحاول نرفع الاتش بي اف. الاتش بي اف بيكون موجود عندهم شويه عالي بس مش كثير، مش عالي انف، اما احنا بنرفعه زياده بالسكل سيل انيميا. طيب فالاتش بي اف هاي الجواب نيجاتيف كونسس، هل الهيريتري سفيروسايتوزس او السكل سيل انيميا او الثلاسيميا شو نوعهم من انواع الهيموليزس؟ اللي دارس موضوع الهيماتولوجي كويس، هم جينيتك ولا ايمون ميديتد هيموليزس؟ كونجينيتال ولا ايمون ميديتد؟ اتس كونجينيتال هيموليزس. الكونسس متى بيكون بوزيتيف؟ في أنه حالات، حالات الإيش بالضبط؟ immune mediated hemolysis. إذا كان immune mediated hemolysis
وانا بكون الكومس تيست شو ماله بوزيتيف. هون عمالي عم بيسالني عن الهيرترز فيرساتوز. هيرترز فيرساتوز هو كونجينيتال، هو جينيتيك ديس اوردر، ولذلك ليس له علاقه بالكومس. كومس تيست بيكون نيجاتيف. واضح، مهم جدا الكلاسيفيكيشن. اتش بي اف فيو may remain elevated after birth due to pathological conditions such as beta thalassemia major, potentially pathological beta thalassemia minor، ولكن نسبة قليلة بتكون طبعا مش نسبة عالية. In non-pathological state such as hereditary persistent fetal hemoglobin، وممكن نلاقيه حتى في بعض أنواع المالجنانسي، يمكن نلاقيه في number of bone marrow malignancy زي اللوكيميا، ممكن نلاقيه حتى in pregnancy physiological إنه بيرتفع. Classical laboratory feature of hereditary spheritos، هون أنا حاطه شرحه وبحكي لك شو الفايندينجز. فيروسايتس ار كاركترايزد باي ذا فولوينج: لاك اوف سنترال بالور، ديكريز مين كاربوكسولار ديامتر اللي هو ام سي في، ام سي في يمكن يكون ديكريز، انكريز دنسيتي، انكريز ايش دنسيتي. لذلك طلعوا بكون عندهم ريتيكولوسايتوزس، بكون عندهم مالتو مودريت انيميا، بكون عندهم انكريز ام سي اتش سي. هيو ام سي اتش سي يمكن يكون على الابر ليميت او مرتفع، يكون عندهم spherocytes، يكون عندهم hyperpolyuremia، MCHC greater than the upper limit of normal، يعني بتكون على 36 على the upper limit of age normal، MCV يكون شمالها usually low أو يمكن بعض الأحيان تكون normal. طيب السؤال بعد سؤال ثلاثة: the most common clinical presentation of ischemic stroke in children. سؤال عن ischemic stroke in children، شو most common clinical presentation؟ hemiparesis، altered level of consciousness، headache، وجع في الرأس، fever، حرارة، pupil edema. هذا بيعرف إيش هو؟ most common هو hemiparesis. هو ايش؟ hemiparesis. واضح جواب hemiparesis. لكن clinical presentation: infant and young children presented with a stroke may present with focal weakness but more likely than older children may present with seizure or altered mental state. لكن لك هاي الفوكال manifestation للستروك عند الاطفال hemiparesis نسبتها 67 إلى 90%، لذلك هي number one. hemifacial weakness and hemiparesis. speech and language disturbance 20 إلى 50%، visual disturbance 10 إلى 15%، ataxia 8 إلى 10%، non-localizing manifestation headache 20 إلى 50%، altered mental state 17 إلى 38%. لذلك الجواب الصح هنا هو hemiparesis. واضح النقطة ولا لا؟ طيب نيجي للسؤال البعدي. سؤال بعدي حكيم، هو بالسؤال طالب in children مش in infants. in children، طيب وين المشكلة؟ هي infant and young children with stroke may present with focal weakness. قصدك النسب، نسب هنا موجودة محطوطة، النسب هاي أتوقع لل شو اسمه لل children. هي children include the following: hemiparesis 67 إلى 90%، speech and language 20 إلى 50%، visual disturbances. هو سألني عن infant بالسؤال، سألني عن children. النسب هاي موجودة من الـ article up to date لل children للأطفال. انا عارف في طلاب كثير جاوبوا altered mental state. قصدك هيك يا دكتوره؟ في طلاب كثير جاوبوا ما لا ما يعني ما بعرف شو المرجع اللي بيعتمدوا عليه. انا شفت كثير طلاب بعثوا لي انهم جاوبين altered mental state، ما بعرف شو ايش المرجع. حاولت ادور في مراجع ما لقيت في اي مرجع حاط هذا الشيء. في حدا يعني من المجلس الطبي حكى لهم انه الجواب altered mental state؟ سؤال هذا، هل في المجلس الطبي حكوا انه الجواب altered mental state؟ هذا انا شفت كثير طلاب مجاوبين altered mental state بس ما لقيت اي مرجع طبي، حتى مراجع كتب الاطفال حاطين انه altered mental state هو most common. في حدا عنده اي تعليق دكتوره او باقي الدكاتره؟ حدا بيعرف شو الجواب او شو اي شرح اجى في المجلس الطبي كانوا حاطين؟ هو اعتمادا على المراجع العلميه في الكتب الاب تو ديت كاتب لك الهيميباريزس او هيميفيشيال باريزس هم الموست كومن، اللي هي فوكال نيورولوجيكال سيمبتومز سواء في الابر لمب واللور لمب او بالفيس، هم الموست كومن. الالتيرد منتال ستيت ما بعرف، شفت كثير طلاب جاوبينها وبيحكوا لي انه هم ما بعرف بالمجلس الطبي بدهم اياها او شارحين عنها ما بعرف. بغض النظر هو من بالمرجع العلمي هو الهيميباريزس هو الموست كومن عند الاطفال. صدقا ما بعرف شو من وين، حاولت ادور اكثر من مرجع اكثر من مكان اكثر من موقع، ما في اي شيء حاكي انه الارتيم تتسيت هي الموست كومن. طيب نيجي للبعدي. سؤال بعدي ان نيونيتال ريسستيشن، سؤال عن نيونيتال ريسستيشن. نيو بورن دكتور احمد جاوب السؤال. طيب طيب ان ذا نيونيتال ريسستيشن نيو بورن وذ ديفراجماتيك هيرنيا وي شود. انتبهوا اسئله الاطفال شوي دقيقة، الحاطين اللي حاطها شوي كان دقيق
وجايب أسئلة شوي دقيقة، يعني شوي أسئلة صعوبة أسئلة الأطفال شوي كانت مش يعني مش متوسطة، بجوز أعلى من المتوسطة، متوسطة إلى 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 هاي ليفل، واضح مستواها شوي أعلى حتى مستوى أسئلة النسائية البارح. In neonate resuscitation you are عنده diaphragmatic hernia، انتبهوا diaphragmatic hernia we should avoid. وأنا انتبه للطلاب اللي يقعدوا ثلاث أو أربع أيام ما بينام قبل الامتحان، مشكلة بتصير أنت هاي الأشياء ما بتركز عليها، إنه بده هو to avoid، إنك تتجنب، إنك إيش تتجنب، واضح بدك تتجنب. لأنه إذا أنت ما شفتش avoid شو بيطلع الجواب مع الطالب؟ حكولي الطالب اللي عنده 72 hours phenomenon اللي هي قاعدة بيطلع مع الجواب إيش دغري، بيطلع مع الجواب intubation، بصير يجادل إنه الجواب intubation مع إنه هو مش سألك شو الفيرست ستيب إنك تعمله أو الفيرست ستيب intubation غلط، هو بالضبط هو بده to avoid إنك تتجنب تعمله. شو بدك تتجنب تعمل؟ chest compression، ما تعمل له chest compression، ولا ما تعمل له nasogastric tube insertion، حط تيوب من النوز للاستومك للمعدة، ولا face mask ventilation تعمل له face mask، تحط له الماسك على الفيس تعمل له face mask ventilation، ولا intubation تعمل له intubation تحط له tube بالتريكي عن طريق الماوث أو عن طريق النوز high frequency ventilation. شو رأيكو؟ إيش الجواب؟ الجواب دكتور محمد علاوي بيحكي دي، لا دكتور محمد علاوي دي هو هذا the first step we have to do عند هذول المرضى. مش لازم نعطيه. إيش هو؟ الface mask. Face mask ventilation we have to avoid. We have to avoid. لازم نتجنب. وليش لازم we have to avoid the face mask ventilation؟ ليش we have to avoid the face mask ventilation؟ Gas enter the stomach then. ممتاز. ممتاز. هذا الطفل شو عنده هو؟ عنده defect في الديفراغم. هذا defect خلت شو مالها؟ خلت الليفر والأمعاء وين تروح؟ تدخل لوين؟ تكون موجودة في الشست صح؟ انت لما تعمل فيس ماسك فنتيليشن، لما تعمل فيس ماسك فنتيليشن هيك انت راح يمكن الجزء من الهواء صح بيدخل على الرئتين، في جزء من الهواء بيدخل وين؟ على الجهاز الهضمي، على الابدومين. الهواء اللي بيدخل على الجهاز الهضمي يمكن شو يعمل لك في الاستومك وبالامعاء؟ بيعمل انفليشن. لما يعمل انفليشن للاستومك والامعاء هاي الانفليشن شو راح يعمل؟ بريشر على ال على اللنج وعلى الهارت، هيعمل كومبريشن على اللنج وعلى الهارت، فهذا راح يعمل لي ايش؟ راح يعمل لي يمكن يعمل لنا اوبستركتيف شوك اذا عمل ضغط على الهارت قلل الكاردك اوتبوت، ويمكن ياثر على اللنج ويعمل لنج كولابس، وهذا راح ياثر على الاكسجينيشن. فبتلاقي الطفل بدل ما يتحسن لما يعملوا له فيس ماسك فنتيليشن شو ماله؟ بدل ما الاكسجين ليفل يعلى الاكسجين ليفل شو ماله؟ يبلش يقل. بدل ما الطفل الاوتو ساتوريشن عنده يتحسن بالعكس بزداد سوء. هل عنده اي مشكله في هاي النقطه؟ فيس ماسك فنتيليشن وي هاف تو افويد، الباقي الخطوات لازم ان نعملهم. دكتور شو المشكله مع اي ايش يعني ايش في تشابه بيناتهم؟ ممكن الاول ماسك يعني ممكن لانه الماسك المشكله بالماسك انه فنتيليشن عادي لكن انه يكون ماسك هاي فريكوانسي فنتيليشن هاي لها شوي تكنيك معين بتنعمل فيه. الهاي فريكوانسي فنتيليشن لازم الطفل يكون انتوبيتد اوريدي، بعد ما تعمل له انت انتوبيشن بتعطيه انت هاي فريكوانسي فنتيليشن عن طريق التيوب. بامكانك تعمل هاي فريكوانسي فنتيليشن عن طريق انك تحط نوزوفارينجال ايروي او اوروفارينجال ايروي، والهاي فريكوانسي فنتيليشن هذا بيكون الفريكوانسي بيكون يعني له تكنيك خاص فيه. الهاي فريكوانسي فنتيليشن هو عبارة عن جهاز بنحط بالإيد، وصير الطبيب الأطفال بضغط على هذا الجهاز زي الفرد. هو الفريكوانسي اوف فنتيليشن بالهاي فريكوانسي فنتيليشن بتكون 50 الفريكوانسي، أو يمكن تكون أكثر، حتى يمكن تكون 70 أو 100. بهاي الطريقة بالهاي فريكوانسي فنتيليشن unlikely الهواء اللي بدخل انه يروح على وين؟ يروح على الجهاز الهضمي. وضحت النقطة ولا لا؟ تمام. يعني الهاي فريكوانسي فنتيليشن ايش هو؟
بالأربعة. مش فاهم. يلا روح. أول باب لا تنسى جدل الرايب، وثاني باب تمر على المكتب وودينا له ورق بداية شهر. الهاي فريكونسي، احنا الفريكونسي بتكون عاليه، الفريكونسي بتكون شمالها عاليه، والبرشر بيكون شماله لما يكون الفريكونسي عالي. لما انت تعمل زي هيك تمسك جهاز وتستخدمه عشان تضغط عليه عشان تدخل هواء، الفريكونسي بتصير عاليه، والبرشر اللي انت بتستخدمه لدفع الهواء شو بكون قليل. هذا الاشي بساعد بانه ما يصير عندي انفليشن او انسفليشن للستومك او للجهاز الهضمي في حال انه استخدمناه without definitive airway without tube. غالبا هاي فريكونسي مستخدمه with definitive airway يعني with endotracheal tube. هذا عنده اي مشكلة فيها؟ هون حط لك انا الاكسبلينيشن شو بنعمل احنا مانجمنت للكونجنتال ديفراجمنت هيرنيا. التارجت اوف اوتو ساتوريشن، هي التارجت اوف اوتو ساتوريشن اللي هو 85 ل 95، هذا التارجت اللي احنا لازم نوصل له. اللي هي بريدكتال ساتوريشن، بريدكتال ساتوريشن هذا عنو عنو ارم، بامكاننا نقيس البريدكتال ساتوريشن عنو ارم، عنو ارم نستخدم بريدكتال. هاي زي ما انتم شايفين عنو ارم ايش اللي هو لا ليش الليفت الرايت، رايت ابر ارم، رايت ابر ارم بريدكتال، رايت ابر ارم هي اللي بتجي. الدكتور نايم على بطنه الطفل مش نايم على ظهره، عشان هيك بقول لك اللفت. لا لا هي الرايت ابر ارم، رايت ابر ارم هي البريدكتال، لازم تكون 85 الى ايش الى 95 ار اكسبتابل اف ذا بيبي ابير ويل بيرفيوزد. بي اتش تارجت لازم يكون اعلى من 7.2، يعني وي ار الاوينج من نسمح لهم انه يكون عندهم سم اليمنت اوف اسيدوزس، مايلد اسيدوزس مايلد تو مودريت خنسميه 7.2، and PCO2 we allow them CO2 إنه يعلى ويكون up to 70 بس مش أعلى من 70 مليمتر. هذول التارجت اللي لازم نعرفهم. بحكي لك immediate intubation and gastric suction. هذول أول step لازم تعمله للطفل، immediate intubation and gastric suction after birth. هاي زي ما أنتوا شايفين في عندي أنا suction والintubation، هاي التيوب، هاي الايش التيوب. conventional ventilation volume guarantee preferred، فوليوم لازم يكون 4 ml per kg، peak inspiratory pressure 25 سنتيمتر ووتر 25-28، peep 4 ل 5 سنتيمتر ووتر، rate 40 إلى 60 to start with. consider high frequency jet ventilation. high frequency jet ventilation هذا جابه بالسؤال، high frequency ventilation هي consider high frequency ventilation if peak inspiratory pressure أعلى من 28. طيب بحكي لك هاي الهاي فريكوانسي، بعدين بلاد بريشر هاي بوتنشال مين لازم يعني 35 الى 40 المين يعني اراوند 35 الى 40. بالنسبه للي اعطيهم كان يعطيهم نورمال سلاين بولس، البي اتش زي ما حكيت لكم اعلى من 7.2، لاكتيت اقل من 5، اليورين اوتبوت اعلى من 1 ملي بير كي جي بير اور. هذا الشيء لازم احنا ناخذ عينه من الامبلايكال، من الامبلايكال ارتري الارتيريا الامبلايكال ارتري سامبل بناخذ منهم. لاحظوا هم شايفين الامعاء جايب الصدر وضاغطه على الايش على اللنج، هاي هي الكونجنيتال ديافراجماتيك ايش هيرنيا. واضح النقطه ولا لا؟ انهيلد ناتريك اوكسايد از وان اوف ذا اوبشن كان نستخدمه. واضح انهيلد ناتريك اوكسايد ان او نعطي. ممتاز. حد عنده اي مشكله بالمانجمنت هذا؟ اند جي تيوب اند اوروغاستريك سكشن ريسبيراتوري مانجمنت والتارجت اللي حكينا عنهم شرحناهم، الاوتو ساتوريشن بي اتش بي سي او 2 بلاد بريشر مونيتورينج اوف جست اكس راي ترايل اوف انهيلد ناتريك اوكسايد. ما بعرف شو رايك السؤال هذا، سهل ولا شوي صعب السؤال هذا؟ انا شايفه شوي صعب لليفل امتياز في سؤال زي هيك، شوي صعب يعني شوي مور ديتيلز. هذا يعني ديتيلد بيدياتريك او ديتيلد نيوناتولوجي، هذا ديتيلد نيوناتولوجي علم النيوناتولوجي ديتيلد. هذا يعني ما بتوقع شو اسمه طبيب امتياز ومتخرج يعرف التفاصيل عن هاي المعلومه، يعني بتوقع يعرف مثلا هاو تو دياجنوز مثلا الكونجنيتال ديفراجماتيك هيرنيا، واضح هاو تو دياجنوز مثلا كيف تشخصها
أما بالنسبة للمانجمنت للكونجنت ديفرانكت هيرنيا مش كثير أتوقع أنه طبيب امتيازي يعرف هذا الشيء. على كل حال بغض النظر هاي التفاصيل أنا شرح لك إياه وحط لك إياه بشكل مختصر. قد يكون هم بيروا أنه طبيب الامتياز لازم يكون على علم أو بيعرف هاي الأشياء. في تفاصيل لاحظوا هنا من المقالة في الأب تو ديت. شو بنعمل؟ انتوبيشن اند فنتيليشن، نعمل نازوغاستريك تيوب انسرشن، لاين بليسمنت، بلاد بريشر لازم نعمل تارجت يكون الماب اعلى من 40، سورفاكتور ادمنستريشن بحكي لك ات داز نوت ابير ذات سورفاكتور ادمنستريشن امبروف اوت كم. امبروف ايش؟ اوت كم. واضح النقطه ولا لا؟ واضح النقطه ولا لا؟ لذلك بحكي لك وي دو ادمنستر سورفاكتور ان يونيت اقل من 34 ويك، يعني حسب عمر البيبي. اذا كان عمره اقل من 34 ويك نعطي سورفاكتور، اذا كان عمره اكثر من 34 ويك ما بيعطوا السورفاكتنت. واضح النقطه ولا لا؟ انهيل ناتروكسايد بامكاننا ان نعطيه في حال انه في عندنا ديفيكولتي في الفنتيليشن والاكسجينيشن، غالبا للاكسجينيشن. اذر فازودايليتري ايجنت زي البروستاجلاندين اي 1 او زي السلدنفيل او زي البوسنتان، هذول عباره عن بولمونري فازودايليتر. حدا بيعرف شو موسكون كوز اوف ديث اوف كونجنتال كونجنتال ديفرانكت هيرنيا؟ سالوا عنه مره في الامتحان شو موسكون كوز اوف ديث. سألوا عنا مرة في الامتياز الأردني، سألوا حكوا لك شو المصمم cause of death of congenital diaphragmatic hernia. respiratory syndrome and stress. إيش هو؟ respiratory distress. يعني مش respiratory stress syndrome. يعني يمكن يكون أحد الأسباب ولكن مش هو المصمم cause. ممتاز. هاي الدكاترة بلشوا علقوا بحكوا لك دكتور هي البولمونري هايبوبليزي، صح دكتور صهيب؟ دكتور مومن بيحكي بمونري هايبرتنشن. يس هي بولمونري هايبليزيا ذات كوزينج سيفير بولمونري هايبرتنشن. واضح هي بولمونري هايبوبليزيا التي تؤدي الى بولمونري هايبرتنشن. بولمونري هايبرتنشن شو راح يعمل؟ راح يعمل رايت سايد ايش؟ رايت سايد ايش؟ رايت سايد هارت فيلر اللي هي كور بولمونير، بصير عندهم كور بولمونير. هذا هو الموست كومن كوز اوف ديث. سؤال لو سالك even without the operation هذا هو السبب الوفاة أو سبب الموسكون cause of death؟ yes. حتى even without operation أو حتى even with operation، يعني بغض النظر سواء عملنا العملية أو ما عملناها المورتاليتي هاي ممكن توصل up to 50%. السبب اللي هو pulmonary hyperplasia and development of pulmonary hypertension. واضح النقطة ولا لا؟ تبوا لهاي النقاط، سألوا عنها بالامتحانات كثير. يجي السؤال بعدي، سؤال all of the following are possible therapeutic option for baby with PDA except. لاحظوا انه الاسئله شويه، شو رايكم؟ اسئله دقيقه هاي ولا لا؟ مش اسئله عامه، سال يعني سال عن مواضيع شوي دقيقه بالتفصيل. طلع هي دخلنا مره اخرى على الكاردولوجي، بيدياتر كاردولوجي. سالك عن التريتمنت اوبشن للبي دي اي بيتا داكتس ارتيريوزس. بيتا داكتس ارتيريوزس اللي هي عباره عن وصله بين ايش وايش؟ وصله ما بين، هي انا عندي هنا البلمونري ترانك، عندي البلمونري ترانك، وعندي انا هنا الايش ال في عندي أنا هنا هاي اللفت، هاي الأورطة. عندي أنا هنا واحد، عندي هنا اثنين، عندي هنا ثلاثة، صح ولا لا؟ بس في عندي أنا وصلة جاي بين البولمونري ترانك وبين الإيش، بين البولمونري ترانك. هاي الوصلة شو اسمها؟ هاي الوصلة بين البولمونري ترانك وبين الأورطة، بين الأرتش أوف ذا أورطة. هاي اسمها داكتس أرتريوزس. شو اسمها؟ اسمها داكتس أرتريوزس. واضح؟ هاي ظلت فاتحة بعد الولادة بسموها بيتا داكتس أرتريوزس. واضح؟ شايفين الرسم الهارت؟ إذا بريدكتل، وين البريدكتل؟ الليفت آرم ولا الرايت آرم؟ شو البريدكتل؟ ليفت آرم ولا رايت آرم؟ البريدكتل هي الرايت آرم. واضح ولا لا؟ هي بالنسبة للسؤال اللي قبل، رايت آرم هي البريدكتل. البوست دكتل، شو البوست دكتل؟ اللي هي اللور لمبس سواء الليفت والرايت، او بالنسبه للابر لمب اللي هي الليفت ارم. طيب على كل حال بحكي لك اوبشن اوف تريتمنت. لازكس، بدهم لازكس ولا لا؟ يمكن بحاجه الى لازكس ولا لا؟ يمكن يكونوا بحاجه الى لازكس ولا لا؟ هذا بيعرف لازكس فوراسيمايد ديوريتيك. هذول الاطفال بيكون عندهم ايش؟ ليفت تو رايت شنت ولا رايت تو ليفت شنت؟ ليفت تو رايت ولا رايت تو ليفت؟ رايت تو ليفت. بي دي اي رايت تو ليفت؟ لا نزعل منك. رايت تو ليفت بي دي اي؟ لا. شو هم الليفت تو رايت؟ لازم تدرسوا البيدياتر الكاردولوجي كويس. في عندي انا ليفت تو رايت، في عندي رايت تو ليفت. الليفت تو رايت اللي هم مين؟ هم اي اس دي، في اس دي، اي سي دي، بي دي اي، كل هذول عباره عن ليفت تو رايت. رايت تو ليفت في عندي انا 5 تي اتش بي،
اللي هو عبارة عن تراجع فالة ترانسبونسر غيرت فيزل ترانكس أرتريوزس طوط الأملي بقونات فيرا دهتان عند بشتين أنملي أمبرمونر أتريزيا. واضح بدك تعرف هاي الأشياء. هون هي عبارة عن البي دي اي. هسا البي دي اي داخل الانتريوتران لايف شو بتكون؟ الشنط داخل الانتريوتران لايف اللي دارس في السيولوجي كويس. بي دي اي انتريوتران لايف بتكون شو مالها؟ بتكون رايت تو ليفت. انتريوتران لايف تكون رايت تو ليفت. لما بالاكستريوتران لايف لما ينولد الطفل اذا ظلت موجوده الاصل ما تظل موجوده تكون ليفت تو رايت. تكون ايش؟ ليفت تو رايت. فهي ليفت تو رايت. ليفت تو رايت يعني ايش؟ يعني من الاورطة الدم بيروح للبلمونري ارتري ولا من البلمونري ارتري بيروح للايش؟ للاورطة. هذا بيعرف؟ شو رايكم؟ هاي الاورطة، هاي البلمونري ترانك، هاي الوصلة. شو رايكم؟ لما نحكي احنا left right shunt من وين لوين تروح؟ left right shunt هاي left side of the heart هاي right side of the heart هاي left side of the heart هاي right side of the heart. شو رأيكو؟ من وين لوين؟ من الأورطة للبلمونري ترانك. بس هو هيك صارت سهلة لأنه رسمت أنا رسمت الدورة الدموية لأنه للإنسان الدورة الدموية الإنسان زي هيك بتكون الإنسان بيكون الدورة الدموية زي هيك بتكون. هل الدورة الدموية الإنسان بتكون زي هيك أو البلمونري ترانك بيجي زي هيك أو الأورطة بيجي زي هيك؟ ما بيجي صح ولا لا؟ ممتاز. هاي الدورة الدموية بجوز للضفادع أو بجوز أو مش عارف لأنواع حيوانات. على كل حال اللي هون الإنسان هي زي هيك بيكون هيك زي هيك. لذلك ما بتخربط يعني هي هاي شوية رسمة شوي مش لما تيجي تطلع عليها أنت بالنورمال أناتومي يمكن ما تعرف شو هي اللفت رايت رايت لفت. بس لكن انتبهوا لهون هسا اللزكس هدف من اللزكس انه يقلل الفلويد والفوليوم في الجسم. لما قلل الفلويد فوليوم الجسم شو بصير عندي انا في البلمونري بلود فلو والبلمونري فوليوم او بلمونري بلود فوليوم شو بصير في البلمونري بلود فوليوم بقل. فالورك اوف بريثنج شو بصير في الورك اوف بريثنج عندهم لما نعطيهم لزكس؟ ورك اوف بريثنج عندهم بقل يعني بتحسنوا. fluid restriction شو رأيك؟ ولازم نعطيهم fluid ما نعطيهم fluid كثير نعطيهم fluid بس على القد اللازم لهم. شو رأيك؟ وهذا بيقلل من pulmonary blood volume وبيساعد وبيقلل work of breathing. endomethacin شو رأيك؟ endomethacin استخدم للعلاج ولا لا؟ endomethacin هو عبارة عن prostaglandin antagonist يستخدم ولا لا؟ يستخدم. ممتاز. حدا بإمكان يحكي لي معلومة عن الendomethacin؟ ممتاز. دكتور علاوي بيحكي انه يوسفول. ممتاز. معلومه شوي عن الاندوميثاسين هو ايش؟ شو رايك دكتور؟ في سؤال عندي. الاندوميثاسين بيستخدم للاريثيم انيدوزا؟ طيب هسه باجي للسؤال هذا. خلني بس نيجي للسؤال هذا. احكوا لي الاندوميثاسين يستخدم ولا لا يستخدم؟ يستخدم. ممتاز. الاندوميثاسين مبدا عمله هو بروستاجلاندين انتاغونست. حلو. هذا ممكن يحكي لي شو هو استخداماته او في معلومه او جمله او حقيقه فاكت عن الاندوميثاسين في البي دي اي؟ حدا بيعرف شو هي؟ حدا قارئ عن الموضوع بيعرف انه الاندوميثاسين هو فيرست لاين اوف تريتمنت بي دي اي؟ حدا ممكن يكمل؟ هذا قارئ عن لازم تكونوا قارئين بيدياتريك كاردولوجي كويس. الاندوميثاسين هو الفيرست لاين اوف تريتمنت بي دي اي ان مين هم الجروب اوف بيشنت اللي عندهم؟ طيب دكتور نضال بحكي ديبندنت ايش؟ ما بعرف. حدا بيعرف انه في عندي جروب من بيشنت بي دي اي شو الموست كومن ريسك فاكتور في بي دي اي؟ حدا بيعرف شو الموست كومن ريسك فاكتور في بي دي اي؟ هو البريماتشوريتي. بريماتشوريتي. ممتاز. شو الفيرست لاين دراج فور تريتمنت بي دي اي ان بريماتشور بيبي؟ اندوميثاسين. ممتاز. حلو جدا. هاي المعلومة مش لازم ما تتفاجأ فيها بالامتحان. إذا تفاجأت فيها بالامتحان مشكلة يعني. لازم تكون أنت عارفها وفاهمها كويس داخل الامتحان وأنت عارف هاي المعلومة. Otherwise إذا أنت تفاجأت فيها بالامتحان يمكن جاوبها غلط. فانتبه لهاي المعلومة. هاي fact بدك تعرفها إنه الاندوميثاسين هو الفيرست لاين اوف تريتمنت بي دي اي ان بريماتشور بيبي. بروستاجلاندين انفيوجن بالعكس شو بيعمل هذا البروستاجلاندين انفيوجن؟ بيخلي البي دي اي شو مالها؟ فاتحة. هاي البروستاجلاندين انفيوجن مستخدمها في علاج ايش؟ استخدمها في علاج ايش؟ السيونيتك كونجينيتال هارت ديزيز زي التترولوجي اوف فالوت بعض الاحيان زي ترانسبوزيشن جريد فيزل زي توتال امل اوبون مانيفير ريتيرن. شو الاونلي
asymptomatic congenital heart disease المستخدم في علاج بروستاغاندين انفيوجن؟ حدا بيعرف مين هو الـ only asymptomatic congenital heart disease مستخدم في علاجه؟ شابتر بديات الكاردولوجي أنا عارف من الشابترات اللي مش محببة عند الطلاب لأنه مادة كبيرة، لذلك أنا بحكي لكم حاول تقرأ أشياء ملخصة. left ventricular hyperplasia. إيش هو؟ left ventricular hyperplasia. left ventricular hyperplasia هل هذا asymptomatic؟ هذا asymptomatic. هذا asymptomatic. أنا بحكي عن asymptomatic. هذا بيعرف مين هو asymptomatic اللي مستخدم فيه علاج بروستاغلاندين إن infusion. هذا قرأ ال شو اسمه الكوئي، هذا قرأ وصل لموضوع اسمه كوئي كوركتيشن أورتا. ترى محمد علاوي بيحكي كوئي ممتاز، كوئي لازم يكون نقرأ الكوئي. الكوئي هو من ميزته عشان نقلل إحنا اللود أو البرشر لود والبرشر لود على الليفت فنتركل من مشيهم على بروستاغلاندين إنفيوجن، هو the only asymptomatic ventricular disease اللي منمشي على بروستاغلاندين إنفيوجن عشان نقلل من نسبة حدوث الليفت فنتركل هايبرتروفي والليفت فنتركل فيلر، فمشيهم على بروستاغلاندين إنفيوجن ومنخلي البي دي اي فاتحة عبين ما نعمل ديفينيتيف تريتمنت لهم. ديفينيتيف تريتمنت يمكن يكون كاثيتر جايدد دايليتيشن او امراض بيكون سيرجري، بتكون ايش سيرجيكال كوركشن. طيب اوبزرفيشن، جزء كبير من الاطفال هذول بنعملهم احنا اوبزرفيشن البي دي اي وتسكر لحالها البي دي اي. طيب على كل حال الجواب هنا دي، الجواب هنا ايش دي، هاي فارمكولوجيكال ثيرابي فور بي دي اي تريتمنت. واضح النقطه ولا لا؟ انتبهوا له الموضوع بديات الكاردولوجي اقرأوه، ما بديش أن تقرأوه تقعدوا مثلاً أربع ساعات خمس ساعات وأنت بتقرأ بديات الكاردولوجي، لا بدك تحاول تأخذ كل congenital heart disease في موضوع congenital heart disease، تعرف الأشياء المهمة في البي دي اي، الأشياء المهمة في الاي اس دي، الأشياء المهمة في البي اس دي، الأشياء المهمة في الترولوجي أوف فلوت، في الترانسبوجن جريزز. جابوا بالدورة هاي جابوا ثلاث أو أربع أسئلة على بديات الكاردولوجي، جابوا عن الترولوجي أوف فلوت وجابوا عن الترانسبوجن جريد فيزلز، يعني ركزوا على الوحدة هاي، وحدة بديات الكاردولوجي بالتحديد على congenital heart disease. انتبه لهاي النقاط، هاي أهمية أنك تقرأ أسئلة بدك تعرف شو المواضيع اللي بركزوا عليها وتروح تقرأها. الموضوع مش موضوع تقرأ سؤال وخلاص، لا بدك تروح على المواضيع تقرأها. 6 month old male patient presented with intracranial bleed intracranial bleeding، تخيلين intracranial bleeding 6 month عمره 6 أشهر. His investigation showed normal CBC، CBC normal، سكانوا CBC normal هيك بهاي الحالة شو ماله. we are ruling out ايش، we are ruling out، we can rule out ايش، we can rule out ايش، can rule out ايش، platelet related abnormal hemostasis او abnormal primary hemostasis order related delibulitis، لأنه CBC بيحكي لك normal. PT, PTT and bleeding time كمان شو مالهم normal. PT والPTT والbleeding time إيش normal. حلو. أسا بحكي لك he had a history of delayed separation of the umbilical cord. Delayed separation of the إيش of the umbilical cord. عنده ال umbilical cord طول عبين ما صاروا له separation أو صاروا له dryness. The patient most likely شو عنده هذا الطفل اللي عمره 6 أشهر؟ هل عنده هيموفيليا A؟ هيموفيليا A شو لازم تعمل تغيرات في الفحوصات تذكرها بالسؤال؟ هيموفيليا A لازم أصلاً شو تعمل؟ تعمل prolonged إيش؟ PTT. PTT. بدك تنتبه لهاي النقاط. مرة أخرى الهيماتولوجي بتدرسوه كويس. في عندي أنا الكوغليشن كاسكيد زي ما أنتم شايفين هنا، في عندي أنا extrinsic pathway. وفي عندي انا انترنسك باثوي، انترنسك باثوي فاكتور 7، انترنسك باثوي فاكتور اللي هو فاكتور 8 و9 و10 و8 و9 و11 و12 عفوا 8 و9 و11 و12 ايوه، في عندي 8، في عندي انا 11، في عندي انا 12، في عندي انا 8 9 و11 و12، بعدين في عندي انا الكومن باثوي، الكومن باثوي اللي هم عندنا فاكتور 10، عندنا فاكتور 5، في عندنا فاكتور 2، في عندنا فاكتور 1. بعد ذلك الفاكتور 1 بتحول من unstable فيبرين إلى stable فيبرين عن طريق الفاكتور إيش 13. هسا الـ extrinsic pathway دكتور معاذ ممكن بس ممكن بس التعليقك اعمل unmute وتحكي لي تعليقك لأنه شوي ما بلحق إني أقرأ الشات. ما
عادي إذا حاب تحكي التعليق. بحكي دكتور إنه فاكتر 13 فاكتر 13 نورمال بليدنج بروفايل و there is bleeding. ممتاز حلو جدا، هاي معلومة راح نأخذها نمر عليها. ممتاز بحكي ترى معناته إنه بالفاكتر 13 ميزته إنه الفصات الدم البي تي والبي تي والعين آر بليدنج تايم يكون نورمال، وعلى الرغم إنه الطفل بيكون عنده manifestation of bleeding أمراض تكون severe bleeding. يس صحيح هاي المعلومة عن الفاكتر 13 على العكس من الأذر فاكتر، قصدك العكس من الأذر فاكتر زي فاكتر 8 أو فاكتر 9 أو فاكتر 12 أو فاكتر حتى 7 أو فاكتر 2 أو فاكتر 1، هذول كلهم associated with إيش الفاكترات الأذر فاكترز، كل الفاكترات associated with abnormal coagulation profile. coagulation profile بيكون عندهم abnormal. هذا إذا كان نقص بفاكتر 7 شو الفحص اللي بتأثر؟ PT أو الإيش أو الINR. ممتاز. طب إذا كان النقص بالإنترنسك فاكترز فاكتر 8 أو 9 أو 11 أو 12 شو بكون بتغير؟ PTT. ممتاز. طب إذا كان التغير بالكومن باثوي فاكتر 5 أو 10 أو 2 أو 1 شو هذول بتغير؟ البوث البي تي تي والبي تي والاي ان ار، او في عندنا فحص اسمه اي سي تي الاكتيفيت بروتين تايم. فاكتور 13 هو من الفاكتور الوحيد تقريبا اللي بيكون كل الكوجوليشن بروفايل بيكون نورمال والمريض بيكون عنده كاجلوباثي او بيكون عنده سيمتوماتيك او بيكون عنده كلينيكال. هاي زي ما انتم شايفين اذا كان برولونجد بي تي الون نفكر بنعمل تيست فاكتور 7، اذا كان برولونجد بي تي تي الون نعمل فاكتور 8 فاكتور 9 فاكتور 11 وممكن نعمل فاكتور 12 11 و12. prolonged PT and BTT think about common pathway. هذول common pathway 5 10 2 fibrinogen هو واحد، هو واحد هو common pathway. إذا كان normal PT and BTT test for factor 13 test for factor 13 activity. هذا عنده أي مشكلة بهذا الشيء؟ هذا عنده أي مشكلة بهذا الشيء؟ في له أي غلط؟ لأنه لازم يكون فيها BTT مرتفع. في له أي غلط؟ لأن BTT لازم يكون مرتفع. factor 13 deficiency هذا هو الجواب الصح. فاكتر 10 ديفيشنسي غلط، لأن الفاكتر 10 شو لازم يعمل لنا؟ فاكتر 10 شو لازم يعمل؟ ممتاز. الفاكتر 10 لو حكى لي السؤال نفسه حكى لي البي تي and بي تي تي are prolonged، شو الجواب بيكون للسؤال اللي حطه عميد متقاعد لإلكو زي السؤال هذا؟ شو بيكون الجواب النجمة؟ ونجاوب فاكتر 10 ديفيشنسي، يكون فاكتر ايش؟ 10 ديفيشنسي. طيب على فرض اجاكو ملازم، ملازم حط لكم الملازم هذا حكى لك البي تي تي مرتفع والبليدنج تايم مرتفع، بليدنج تايم مرتفع، شو بكون الجواب؟ فون ولبراند، فون ولبراند، فون ولبراند. ممتاز ممتاز، حلو جدا، ممتاز، ابداع ابداع ابداع. طيب موضوع الهيماتولوجي موضوع مهم، يعني لاحظوا انه حتى بالهيماتولوجي ما سالهم عن كومون هيماتولوجيكال ديزيز، سالهم عن ايش؟ عن رير. هذا الموضوع بيجي ضمن موضوع اسمه رير انهيريتانت كاجوليشن ديس اوردر او رير انهيريتانت كاجلوباثي. رير انهيريت هذا الموضوع من انواع الرير انهيريتانت كاجلوباثي، سالوهم عنه. انتبهوا لهي النقطه ما اخربطوا بها. الهيماتولوجي مهم جدا، ادرسوا كويس هيماتولوجي، اعرفوا الكاجوليشن كاسكيد بشكل كويس. انا هنا ملخصه بشكل مختصر كثير واضح. طيب لاحظوا الفاكتور 12 يكون فيه البي تي نورمال، البي تي تي برولونجد نوت اسوشيتد وذ كلينيكال بليدنج. الفاكتور 12 يعني اذا اجاك مريض عنده البي تي تي مرتفع والبي تي كان عنده نورمال بليدنج تايم كان عنده نورمال وما عنده اي كلينيكال مانيفيستيشن اوف بليدنج، ايش هذا بكون؟ فاكتور ايش؟ اذا كان اجاك مريض فحوصاته ماشي مع الهيموفيليا ولكنه ما عنده اي كلينيكال بليدنج بس عنده البي تي مرتفع، هذا بكون فاكتور 12. بكون فاكتور ايش؟ 12. واضح النقطه ولا لا؟ طيب نيجي للكوليشن كاسكيد، مهم جدا يعرفوه. سؤال بعدي، سؤال سابع، all of the following are normal in 4 month old except. هذا سؤال عن growth and development بالتحديد على النيونيتال النيونيتال primitive reflexes. All of the following are normal in 4 months old except absent osmoro reflex. شو رأيكم؟ Normal ولا abnormal؟ إن كان اللي بده يجاوب يعمل unmute ويجاوب. Abnormal.
abnormal. إيش abnormal؟ motor reflex هو متى بيظهر؟ بيظهر after birth أو since birth. متى بيختفي؟ 2 to 3 months صح؟ لا مش صح، مش صح. ال ال motor reflex since birth وبضله 4 على قديش؟ 4 إلى 6 months. هيك معظم المراجع حاطة إنه من البيرث لحديت 4 ل 6 مانث. يعني الابسنت مور ريفلكس نورمال ولا اب نورمال؟ نورمال. طب لو حكى لك، لو اجاك طبيب مره اخرى عقيد متقاعد او عميد متقاعد، بينفعوا اثنين عني، حكى لك بريزنس مور ريفلكس او بوزيتيف مور ريفلكس نورمال ولا اب نورمال؟ نورمال حكيم. نورمال الاثنين، نورمال سواء ابسنت على الاربعة اشهر يمكن يكون نورمال، ووجوده على الاربعة اشهر يمكن يكون نورمال. متفقين معي ولا لا هاي المعلومة؟ يعني القصد انه هاي الفايندينج هي الها رينج، الها رينج من الى، يعني يمكن تلاقي بعض الاطفال على الاربعة اشهر المور ريفلكس يروح من عندهم، ويمكن تلاقي بعض الأطفال لا المور ريفلكس يضلوا لست أشهر، يروح على ست أشهر. واضح النقطة ولا لا؟ هل الطفلين أبنورمال؟ لا اثنين نورمال، وهذا إشي نورمال إلا في رينج لأنه لا. ممتاز. هسا بس إيش المهم اللي لازم ننتبه؟ إنه المور ريفلكس شو بي إيش يكون؟ إذا كان أبسنت أو إذا كان بريزنت على أربعة أشهر شو لازم يكون؟ لازم يكون بايلاترال، لازم يكون شماله سيمتريكال. سيمتريكال يعني لو حكى لي absent unilateral motor reflex هل بنفع؟ absent unilateral motor reflex 4 أشهر؟ لا لا ما بنفع، ما بنفع. إذا حكى لي والله absent unilateral ما بنفع، لازم يكون absent شماله bilateral أو موجود bilateral. طيب absent parachute reflex هل هاي صحيحة ولا لا؟ parachute reflex صحيحة، بيبدأ على 6 أشهر أو 9 أشهر، هو بلش 6 إلى 9 أشهر بضلوا إيش؟ for life. بضلوا for life. ممتاز، حلو جدا. parachute reflex تعرفوا البراشوت؟ البرشوت ان الطفل انك تمسكه من اواعيه من هذا، ويكون وجهه لتحت، تحاول بدك تعمل حالك انك بدك ترميه. شمال الطفل اللي عمره اكثر من 6 إلى 9 أشهر لما تمسك الطفل ترميه، بيفتح ايديه وبيفتح جريبه زي كانه بيحاول ايش انه زي كانه بده يحمي حاله، بده يحمي حاله. واضح اللي هو برشوت ريفلكس. النر جراسب، النر جراسب يعني لما تحط انت ايدك، تحط اصبعك او تحط اي ماده في كف الطفل، شو الطفل بيعمل؟ بمسك، اللي هو الجراسب. واضح النر جراسب. النر جراسب شو رايكم على 4 أشهر؟ هل هي نورمال؟ طبعا هاي نورمال. بيرسيستنت فيستنج، هل فيستنج يعني الطفل يضل مسكر ايده، تفتح ايده يرجع يسكرها؟ بيرسيستنت فيستنج بتدل على ايش؟ هاي بيرسيستنت فيستنج ايش بتدل؟ تعمل فيستنج وانت تطلع على حالك، عايش بتدل لما تعمل فيستنج؟ تعمل قبضه، بتدل على ايش؟ شمال التون، شمال التون. تعمل فيست طلابنا وتطلعوا على حالك وشو التون بيكون عالي، بتدل على هايبرتونيا، بتدل على ايش؟ هايبرتونيا. لذلك يو هاف تو ايفالويت الشالد الهايبرتونيا. هسه الفيستنج نورمال تكون موجوده اب تو قديش؟ هذا بيعرف اب تو قديش؟ اقل من 3 شهور. اب تو 3 مانث. بعد ال 3 مانث شو بتكون؟ بتكون اب نورمال او بتكون باثولوجيكال. ف بيرسيستنت فيستنج هاي شو مالها غلط؟ هاي هي الجواب. بيرسيستنت بلانتر جراسب، في عندي بالمر جراسب اللي هو الالنر جراسب، في عندي بلانتر جراسب. بلانتر جراسب يعني بنفس الحركه ولكن بالقدم، هاي كمان نورمال انها تكون على 4 أشهر بيرسيستنت. جواب هو دي، جواب هنا دي. انا هون حط لك البريميتيف ريفلكسس، ركزوا عليهم، ابوا عليهم، جيبوا عليهم اسئله بشكل متكرر. روتينج ريفلكس، مورو ريفلكس، بالمر ريفلكس، اسيمتريكال تونيك نيك ريفلكس، اسيمتريكال تونيك نيك ريفلكس، سيمتريكال تونيك نيك ريفلكس، تونيك لابيرينث ريفلكس، او سباينال جالانت ريفلكس. تعرفوهم يعني، هي لاحظوا متى بيبلشوا، متى وات وين ات ابيرز اند وين شود ذس ابيرز. وضعها شود يعني ادس ابير متى، اعرفوا هاي الاشياء. يعني في عندي ريد فلاج، اعرفوا الريد فلاج من البيرث لحد 3 مانث، رولينج براير تو 3 مانث قبل 3 اشهر بصير اذا صار له رولينج هذا ايفالويت فور هايبرتونيا،
ال persistent fasting at 3 months. إذا على 3 months still عنده persistent fasting, evaluate for neuromotor dysfunction, failure to alert to environmental stimuli, evaluate for sensory impairment. لازم تعرفهم. دكتور أشرف, أنا ببعث كل الفايلات بالمواد القبل, بعثتهم على الجروب. والأصل إنكم إذا بتدخلوا على اللينك على الجوجل درايف بيفتح عندكم, والأصل يكونوا موجودين. طفل دكتور, فتح مرة واحدة وبعديها طفل, ما رضى يفتح بعدين. ما بعرف ليش. حاولوا إنه بيعطينا إنه انحذف من المصدر. حاولوا دخلوا على اللينك مرة أخرى الآن الموجود عندكم شوفوا, بس ما أتوقع إنه ادخلوا على اللينك مرة أخرى الآن شوفوا, الأصل إنه يكون موجود, ما في مشكلة. ادخلوا عليه شوف. بفتح بس الجاينا. إيش هو؟ بفتح بس الجاينا. ادخل عليه الآن دكتور شوف ورد لي خبر, الأصل يكون فاتح والله. أنا فهيني أنا فتحته الآن, فتح معي بس الجاينا, الميديسن والسيرجري لا. باقي الطلاب طيب؟ هل في حدا حاول يدخل عليه هسه؟ أنا عندي فاتحين كلهم حكيم. ما بعرف المشكلة بإيش أنا. طيب اللي ما بفتح عنده يحاول يتواصل معي, بس أنا الأصل إنه يكونوا فاتحين يعني, ما أنا حاولت فيهم قبل شوي يعني كانوا فاتحين, ما بعرف شو المشكلة, بس إنه اللي ما بتفتح عنده تواصل معي عن طريق واتساب, بعث له اللينك مرة أخرى ونشوف شو المشكلة. طيب أي دكتور محمد علوي بيحكوا لكم فاتحين. طيب أي حدا عنده مشكلة يبعث لي وأنا بحاول نحلها. regarding influenza vaccine the most appropriate statement, هذا سؤال مكرر مرة أخرى بحكي للطلاب, هل يمكن يكرروا أسئلة؟ يس بيكرروا أسئلة, هذا سؤال مكرر نص حرفي, سؤال مكرر نص حرفي من أسئلة الامتياز السابقة. Hello, it is not indicated for healthy people. شو رأيكم, هل الانفلونزا not indicated for healthy people ولا بالعكس لازم نعطيه سواء لل people with comorbidities and for healthy people؟ شو رأيكم؟ It is important to give the influenza vaccine for people with comorbidities. متفقين معي ولا لا؟ شو أمثل على الكومربيدتز المهم نعطيها إحنا إنفلونزا فاكسين؟ دكتور حمزة حاول نحاول كويس الواحد إنه يعرف شو الجواب وجاوبه, بس الأهم من ذلك إنه الخيارات الثانية واحد يتناقش فيها ويعرف ليش هي غلط. It's indicated for healthy people. It's not indicated for healthy people. ولا it's indicated for healthy people. It's indicated for healthy people. هي it's more indicated or more important to be given للpeople اللي عندهم comorbidities زي COPD, زي الهارت فيلر, زي الناس اللي عندهم أهم شيء COPD, الهارت فيلر, الأزمة, مرضى اللي عندهم أزمة, هذول الناس لازم نعطيهم. The best timing for influenza vaccine in Jordan is spring time or spring season. هل صح؟ هل spring الربيع هو أفضل وقت ولا لازم أتى؟ لازم بفترة الفول اللي هي فترة الخريف وبداية الشتاء, هاي هي أفضل فترة لي, شهر 9 و10 و11 و12 هذولهم أفضل فترة وليس spring. spring غلط. It is indicated for all adult and children above the age 6 months. هل هاي صحيحة ولا لا؟ It's indicated for all adult and children above the age of 6 months ولا لا؟ شو رأيكم؟ هاي صحيحة. yes, it's indicated for all adult and children above the age of 6 months. زمان كانوا يحكوا إيش قبل خلينا نحكي سنتين أو ثلاث سنوات, كانوا يحكوا 6 months. شو كان العمر هذا يحكوا عنه قبل تقريبا سنتين أو ثلاث سنوات في معظم المراجع؟ كانوا يحكوا 6 months إيش, أو الجايدلاين القديم اللي قبل هاي الجايدلاين إيش كانوا يحكوا عن ال 1 year old, كانوا يحكوا عن ال 1 year old. هسه تغيرت الجايدلاين صارت 6 months كانوا يعطوها. طيب the injectable influenza vaccine, the injectable influenza vaccine is live attenuated. شو رأيكم injectable influenza, هل injectable هي live attenuated ولا injectable؟ هل injectable هي الأكثر واحدة مشهورة, هل هي live؟ لا هي killed. في influenza live vaccine, في influenza live vaccine. جواب yes, في influenza live vaccine. شو هي live vaccine اللي هي بتكون شمالها nasal, نيزل انفلونزا فاكسين. النيزل انفلونزا كانت بتكون قطرات, هاي بتكون شمالها بتكون لايف. اما الاي ام انجكشن انفلونزا فاكسين هي كيلد. ات از جيفن وانس ان لايف, تنعطى مره في اللايف ولا في عندي احنا كل سنه في عندي نيو سترين للانفلونزا؟ في كل سنه عندنا نيو سترين للانفلونزا, لذلك في فاكسين جديده كل سنه, لذلك اتس جيفن وانس لايف خطا, بتنعطى انيولي سنويا. سنويا واضح النقطه ولا لا؟ هي انا حاط لك شرح. اتس انديكيتد فور هيلثي بيبل. The best timing of influenza vaccine حكينا اللي هي time of fall and
من late September لحديث ال end of December. It is indicated for all adults صحيحة. The nasal influenza here live attenuated. Egyptian influenza vaccine is killed. It's given once annually. واضح طيب. سؤال بعد سؤال تسعة. 6-year-old present with staring episodes. Staring. Staring يعني بحلقة. عنده ببحلق ال 6 years old هذا. عنده بحلقة. He is his EEG show 3 hertz spike. عنده 3 hertz spike. هاي characteristic لمين 3 hertz spike and wave discharges. هاي characteristic لأنه نوع من أنواع ال seizure. لا ال childhood absence seizure. Childhood absence is seizure. بحكي لك which of the following is expected in his history. Infrequent seizure. Infrequent seizure يعني بصير عنده seizure مرة بالأسبوع أو مرة بالشهر أو مرة بالست أشهر. هل هاي صح؟ هل هاي characteristic لازم هون أنت تدرس. لاحظ هذا السؤال من البيدياتريك نيورولوجي. البيدياتريك نيورولوجي لازم بيدياتريك نيورولوجي وحدة هاي من وحدات الأطفال لازم تأخذ فكرة أنت عنها. هذا الموضوع موضوع السيجر لازم تكون دارسه كويس. تأخذ أنواع تأخذ لمحة مهمة عن أهم معلومات عن كل نوع من أنواع السيجر منها هاي Childhood Absence Seizure. Infrequent هل هي characteristic للAbsence Seizure Infrequent ولا هي Too Frequent؟ شو رأيكو؟ الAbsence Seizure ميزتها أنها بتيجي Too Frequent. Too Frequent هي Frequency بتكون dozens per day. تكون 10 times 15 times 20 times per day. لذلك هاي غلط. Visual Aura هل الAbsence Seizure characterized by pre-ictal phase. Pre-ictal phase الأورا اللي هي pre-ictal phase. Pre-ictal phase هل هاي صح؟ شو رأيكو؟ هل حدا أكيد قارئين أنتو عن الموضوع. Pre-ictal phase is not characteristic and مش حتى الإيش كمان مش pre-ictal مش موجود ولا حتى الإيش post-ictal. لذلك post-ictal sleep مش موجود ولا pre-ictal موجود. فلذلك هذول غلط. Prolonged seizure more than 5 minutes هل معقول الطفل هذا لما يكون عنده الستيرينج هذا استمر 5 minutes وهو بيعمل زي هيك؟ جواب غلط. بالعكس هي لازم تكون مش minutes. شو تكون؟ لازم تكون 10 seconds 15 seconds 20 seconds. هو غالبا هذا هو بتكون غالبا اقل من ايش يوجوالي اقل من 10 seconds. لازم تكون اقل من 10 seconds. لذلك هاي غلط. Provoked by hyperventilation احد الريسك فاكتور اللي بحفز حدوث هاي الستيرينج ايبيزودز والابسنس سيجر اللي هو الهايبرفنتيليشن. الجواب ايش؟ يس هذا هو الجواب الصح. It's provoked by hyperventilation and provoked by ايش؟ هذا بيعرف شو other factors بيعملوا precipitating للabsence seizure غير الhyperventilation. هذا بيعرف شو other risk factor بيعملوا precipitating للchildhood absence seizure اللي هو ايش؟ اللي هو looking into highlight. صح دكتور صهيب ممتاز. اللي هو looking into highlight إذا فجأة انتقل من مكان light فيتو خفيف إلى منطقة فيها strong light بس هذا أحد الأشياء اللي بتحفز عندهم ال absence seizure. طيب in this case childhood عنده absence seizure. typically absence seizure زمان كانوا يسموها pitted male seizure. generalized it's generalized characterized by sudden cessation of motor activity and speech. Brief stares usually أقل من 10 second. Rarely longer more than 30 second. More common in girls than male. Onset 2 to 6 years. Frequency dozens يعني عد بجوز 10 15 20 مرة في اليوم. There is no aura. Pre-ictal مش موجودة. There is no post-ictal. And childhood absence seizure associated with characteristic 3 hair spike and wave pattern in the EEG. واضح؟ هنحط لك أنا article عن الابسنس سيجر من الاب تو ديت. اقرأوها. حط لك عن الكلاسيفيكيشن، حط لك عن الديفينيشن، حط لك عن الايج تيبيكال ايج لهم الهول مارك اوف ذا سيجر خصائص السيجر كلاسيك اي جي باترن دياجنوزس كيف نعمل دياجنوزس شو الديفينيشن دياجنوزس تريتمنت لو حكى لي شو هو الفيرست لاين اوف تريتمنت ذس تشايلد شو الفيرست لاين اوف تريتمنت الجواب هو ايش إيثوسوكسامايد الجواب هو ايش إيثوسوكسامايد ممتاز طب لو حكى لي ان كيس اوف فيلر الإيثوسوكسامايد ان terminating the seizure or terminating the episodes of absence seizure. شو second line treatment? You have to add drug اللي هو valproic acid. Valproic acid هو second line treatment. واضح؟ أول line treatment هو الإيثوسوكسامايد هيو. First line treatment is إيثوسوكسامايد. The second line هو
If in case of fail, we don't tolerate first line at or don't tolerate the first line, we suggest the switching to Valbrex. The switching, يعني حتى ما تضيف switching. في عندي خيار آخر للمترجين. للمترجين مكانك تختار. طب على كل حال, prognosis overall it's a good prognosis. سؤال عاشر, عشرة. Newborn develops cyanosis shortly after birth. Chest X-ray show narrow mediastinum and egg-like heart shape. لاحظوا مركزين على chapter pediatric cardiology. Egg-like heart shape, هيو. Egg-like heart shape, زي ما انتم شايفين. Egg-like heart shape and narrow mediastinum. إيش هذا؟ هذا characteristic لمين؟ لل transposition of great arteries أو transposition of great vessels. واضح النقطة ولا لا؟ هذا هو اللي هو. ممتاز. هذا characteristic most common cause of cyanosis shortly after birth. شو هو أصلاً؟ transposition of great vessels. هذا transposition of great vessel, the most common cyanotic heart lesion in the newborn period. Path of surgery, هاي path of surgery أنا هون شارحه. حط لك بعد الإبيديمولوجي, حط لك sign and symptom كيف بيجوا. هاي الشيست اكس راي فايندينج بلاقي عندهم ايج او سترينج, بسموها ايج اون سترينج ابييرنس. ايج اون سترينج ابييرنس مع نارو ميديستاينم. تريتمنت, ما هو العلاج؟ بيشنت اتس داكتال ديبندنت, لذلك هذا الطفل لازم نمشيه على بروستاجلاندين اي 1 انالوج تو كيب بي دي اي اوبن. بعدين لازم نعمل له العمليه البست اللي هي ان نعمل شيء اسمه ارتيريال سويتش اوبريشن. ارتيريال سويتش اوبريشن وذ في اس بي كلوجر هي الديفينيتيف وهي البست سيرجري. واضح النقطه ولا لا؟ انتبهوا لهي النقاط. لاحظ مركز على موضوع البيدياتريك كارديولوجي.